السلام عليكم، موقع اسمه بنت باي تكست، ده عبارة عن ايه؟ اي صورة تكتب تكست تشوف ايه التعديل اللي انت عايز تعمله، تمام؟ مجرد ان انت تكتب تكست التعديل ده يتعمل على الصورة، وده اللي قريب موجود في الفوتوشوب، ان انت مش هتقعد تدور على الاداة وتدور على خطوات معينة، لا، في امر تكتبه يبدأ يعدل لك الصورة، خلي لك الجاكيت اهو جلد مثلا، تمام؟ عايز مثلا ريبليس ابل ويز اورانج مثلا. هو اورانج عملها لون، خلاها كلها، بيقول لك انت عايز تغير تاني. طب انا عايز ارفع لك صورة بقى من عندي وتغيرها، تمام؟ وليكن مثلا تخيل ان انت مثلا عملت رندر لصوره معينه مبنى معين، وبعد كده قلت له ايه الصوره دي مثلا عايز تعمل فيها تعديل، فبدل ما تعمل رندر تاني لا، هتاخد الصوره وترفعها على الفوتوشوب او ترفعها على الموقع زي دوت، وتقول له اعمل التعديل اللي انت عايزه. طيب احنا عايزين مثلا نعمل ايه؟ هنشوف هيعملها ازاي. هو بيتعلم مني وانا بتعلم منه، يعني هو بيتعلم مني كل مرة بديله اوامر او حد بيخش يديله اوامر هو بيتعلم فيه. طيب هو عمل بس كده وغير صورتي على فكرة، ما شاء الله، تمام، وعمل لي جرافاتة ظريف يعني، تمام. فانت ممكن تضيف اي صورة وانا بتعلم منه من الامر يبقى ازاي كتب، تمام. ميك فيس يونج ونشوفه هيعملها ازاي. فعمل الصورة بالشكل ده، وهكذا تقدر ان انت تقعد تعدل في الصورة زي ما انت عايز. طيب هقول له مثلا ايه، اد بيراميدز تو باك جراوند، ممكن ما تظبطش قوي، لان ممكن كلمة بيراميدز دي يحط أهرامات تانية غير أهرامات الجيزة. خلينا نشوف عملها بشكل دوت، بس يعني مش مقنعة قوي برضه يعني، تمام. دي الفكرة بقى، ان انت تقعد تجرب معاك لحد ما توصل لصورة مقنعة ان شاء الله.